رمز من رموز عشق الأرض وتعبير عن الارتباط بها. نغمات الرقصة وحركتها تدل على أنها في أصلها التاريخي انتماء إلى موسم الحصاد، وتعبير عن الفرحة بوفرة العطاء. من مسرح المهرجان بالقصر البديع، رقصة الحصادة من إقليم طنجة. جنوب أكادير، رجال ونساء يرتدون زيا أزرق ويؤدون رقصة تسمى رقصة الخنجر، كما يؤدي آخرون طقوسهم الدينية. عندما يرتفع الإيقاع ينفصل شاب وشابة عن المجموعة لأداء عرض ثنائي هو بمثابة إغراء العاشق لعشيقته، وينتهي الأمر بالراقص راكعا أمام محبوبته بعد أن يعلق الخنجر في عنقها. والرقصة لوحة من اللوحات الفنية الخاصة بحفلات ومواسم الزفاف في المنطقة. Yeah!
كان جيد إلا السوابي جعلنا ربي سيدنا كل ما غياسه وريف اللي